وأنتقل أيضا عبر الهاتف للدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. بعد التحية لك دكتور، يعني هل بالفعل رأيت أثر هذه الدعوات، دعوات مقاطعة البضائع الأجنبية، هل ظهرت على السوق والاقتصاد في مصر؟ مساء الخير فندم، أهلا بحضرتك. طبعا يمكن دعوات المقاطعة اللي تمت لبعض المنتجات الأجنبية لا كان لها تأثير إيجابي وتأثير أيضا سلبي. لو اتكلمنا على التأثير الإيجابي، أنه خلال الفترة الأيام الماضية ظهر في الأسواق منتجات يمكن كانت لا يوجد لها تسويق جيد، لا يمكن ما كانش حد يسمع عنها، بدأت تزداد وبدأت تشتغل بشكل كبير جدا، لدرجة أنه كثير من المصانع اللي كانت بتنتج هذه المنتجات بدأت تطلب عمالة، حجم الإيرادات زاد عندها بأكثر من 300% زي ما تم الإعلان عنه، وبالتالي يعني حصل نوع من أنواع جذب عمالة وزيادة حجم إيرادات وزيادة حجم مبيعات لكثير من المنتجات المحلية الصنع بشكل كبير على داخل السوق المصري. ويمكن كانت حملة الدعاية داخل السوشيال ميديا لهذه المنتجات بصفتها أو باعتبارها أحد البدائل للمنتجات الأجنبية كان هو دافع أن الناس تبدأ تذهب لهذه المنتجات. لكن محتاجين أن هذا المنتج يكون يعني يقوم بعملية تحسين الجودة، تحسين المواصفات الخاصة والمعايير الخاصة، لأنه يعني أمام هذا المنتج فرصة ذهبية هذه الأيام لتحسين الجودة اللي حضرتك بتتحدث عنها. المقاطعة حتى وإن طالت أيامها في الآخر هي مقاطعة يعني تعبر عن غضب شعبي لفترة ما، ثم هيبدأ تعود الحياة لطبيعتها، بيتم استخدام هذا المنتج. ويمكن سلاح المقاطعة ده احنا متعرف عليه في مصر وكثير من الدول العربية، انه بيتم اتخاذه كموقف يعني تبين الغضب الشعبي، تبين الرفض لما يحدث حاليا في الكيان مع الكيان الإسرائيلي، وبالتالي هو مؤقت لا يمكن ان يطول، لانه اطالته ايضا تؤثر سلبا على الاقتصاد، لانه في الاخر احنا عندنا منتج اجنبي، ولكن هناك عمالة مصرية بتعمل في هذا المنتج، هناك استثمارات مصرية واستثمارات محلية بتشتغل في هذا المنتج، وايضا هذه الشركات بتقوم بسداد ضرائب، فده معناها انه هتتأثر، انه كل هذا سيتأثر. يعني حضرتك دلوقتي بتكلمنا عن الشق السلبي للمقاطعة، يعني بعد ما ذكرت الشق الايجابي انه في منتجات مصرية بدأت تظهر مرة اخرى على السطح وتلقى رواج. صحيح، وده مهم جدا انه ناخذ خطوه جيده ان يكون هناك دافع لهذه المنتجات وهذه المصانع المحليه انها تكون تمثل يعني تاخذ نسبه من السوق المحلي داخل الدوله المصريه، وان يكون لها دعم سواء كان من الدوله، على الدوله انها تدعمها سواء كان بتمويل بدعم فني، وايضا هذه المنتجات عليها او اصحابها عليها ان يتخذوا اجراءات زيادة الجودة وزيادة المواصفات حتى يعني تتحسن صورة هذا المنتج، ويبدأ التعامل عليه وياخذ نسبة من السوق ويكون منافس قوي لمنتج أجنبي ضعف حاليا أو في مرحلة ضعف، لكنه سيعود في وقت ما بشكل قوي وبشكل أقوى مما هو عليه الآن. طيب، هل تؤثر تلك الدعوات على الكيانات الاقتصادية الكبرى، هذه العلامات التجارية، يعني هل أثرت في الشركة اللي بتدي العلامة يا دكتور؟ طبعا احنا لانه كان معانا مداخله هاتفيه من دكتور علاء عز، وقال انه يعني كل هذه الفروع الفرانشايزز ما بتمثلش واحد في الالف في الشركه الاصليه الوطن العربي كله. احنا لا، الوطن العربي احنا بنتكلم على 400 مليون مستهلك، 400 مليون مواطن عربي عندهم كثير من العلامات التجاريه او المحال والخاصه بالوكالات صاحبه الوكالات التجاريه والعلامات التجاريه الشهيره. احنا امامنا البورصات الاجنبيه والبورصات، بورصه نيويورك معظم يعني بدون ذكر طبعا يعني براند معين او اسم معين، لا هناك انخفاض حاد في اسهم كثير من العلامات التجاريه اللي احنا بنتداول بها وبنقوم بالتعامل معها داخل السوق المصري وداخل السوق العربي، ويمكن هذه الاسهم انخفضت بنسب بتتراوح من 4% الى 11% في بعض الاصناف، وده اثر سلبا على قوه هذه الشركات، وكان بيمثل انه كلمة المقاطعة هي يعني انذار، نوع من انواع التوجيه، تنبيه لهذه الشركات انه هناك رفض من الكيانات العربية ومن الدول العربية مجتمعة لما يحدث لأصحاب هذه الدول او لأصحاب هذه الشركات
التي أعلنت بعضها يعني الدعم للكيان الإسرائيلي، فده أداة تنبيه. لكن هم تأثروا عالميا، طبعا هناك تأثير عالمي على هذه العلامات بشكل واضح، ويمكن البورصات والتعامل على هذه الأسهم كان خلال الأسبوعين الماضيين يعني انخفض بنسب عالية جدا، وحقق خسائر تتجاوز المليارات الدولارات لهذه العلامات. لكن برضو زي ما بقول، المقاطعة كان رد فعل طبيعي وغضب شعبي، لكن لا يجب أن يمتد ولا يجب أن يستمر، لأنه في الآخر يؤثر على الاقتصاد ويؤثر على الاستثمارات ويؤثر حتى في جذب استثمارات أجنبية جديدة. النهاردة مستثمر أجنبي هيجي يقولك طب أنا هاجي للدولة ديت، لو حصل أي مشكلة ما بين دولتي وما بين أي مكان هيحدث انخفاض لاستثماراتي وأسهمي، وبعد كده هيبدأ يبتعد عن هذا الاستثمارات أو هذه الدولة. وبالتالي احنا بنقول انه هذه المقاطعة أدت ما عليها، ويجب أن يتم تقليل حدة المقاطعة ويبدأ العودة تاني، وأيضا يكون هناك توازن داخل السوق. تقليل حدة المقاطعة، يعني دي نصيحتك يا دكتور للمستهلك المصري؟ يعني ما تم المقاطعة أنا كنت معها أو في الأيام الأولى، لكن لا يجب أن تستمر المقاطعة مدة طويلة، ده يؤثر على الاقتصاد. نحن تم إعطاء الإنذار وتم استخدام يعني الرسالة وصلت من وجهة نظرك، يعني وصلت باستثمارات وبورصات العالمية تأثرت الأسهم بهذه الكيانات، بعضها أو معظمها ابتعد عن دعم الكيان الإسرائيلي. الناس النهاردة عرفت في الخارج والداخل أن هناك قوة الاستهلاك أنها تقوم بتوجيه هذه المنتجات، وفي نفس الوقت أنا محتاج أعود للاستخدام عادي، لأنه ده هيؤثر على الاقتصاد المصري بشكل سلبي، وإحنا مش عايزين ده. إحنا محتاجين كل دعم للاقتصاد المصري في هذه الفترة، ومحتاجين في نفس الوقت أن يكون هناك دعم للمنتج المحلي. فرصة جيدة لأصحاب المنتجات المحلية أن يزيدوا ويحسنوا من المنتجات الخاصة بهم، عشان ياخدوا نسبة من داخل السوق المصري، وهو سوق كبير جدا يستوعب المنتجات الأجنبية والمحلية معا. طيب، ولكن دي ايضا نقطه مهمه يمكن بتتعلق بوعي المواطن في مصر يا دكتور عبد المنعم، انه حتى اذا كان المنتج المصري بيعافر وبيحاول ياخد مكانه او حصته في السوق المصري، يجب ايضا ان يشجعه المواطنون، يعني لكي يصل الى الجوده المطلوبه والى المعايير المعروفه. يعني هي يعني حكايه بين طرفين مش طرف واحد. طبعا ما هو محتاج، كان فكره التسويق والترويج لهذه المنتجات يمكن كانت مش غير موجودة داخل، وأنه كان هذه الشركات ليس لديها القدرة على المنافسة في الإعلانات وفي التسويق وفي الحملات الإعلانية والترويجية لمنتجاتهم. لكن ما تم على السوشيال ميديا وإظهارها بهذا الشكل وإحياء هذه المنتجات من جديد، زي ما قلت في الأول أنه هذه المنتجات بدأت تلاقي طلبا كبيرا جدا، يمكن كثير منها بدأ يشتغل، وده أعلن أنه بيشتغل 24 ساعة في اليوم. هناك كثير من الطلبات، هناك زيادة في طلب التوظيف لبعض هذه الشركات بشكل كبير. يستغل هذه الفرصة أن يتم التسويق الجيد، يتم تحسين المنتج، يتواجد داخل السوق، نسب التوزيع بتاعته تبدأ أنها ما تكونش في محافظات دون غيرها، لا لازم أتواجد في كافة المحافظات المصرية، خاصة المحافظات يعني ذات الكثافة السكانية زي القاهرة الكبرى، زي الأسكندرية وما إلى ذلك، بحيث أن أنا أتواجد داخل السوق. النهاردة هو عنده فرصة ذهبية أن الشباب، وده النسبة الأكبر من الطالبي هذه البضائع والمنتجات، بدأ يعلم أو يعرف هذه العلامات التجارية ويعرف هذه المنتجات، ولديه شغف في شراء هذه المنتجات. محتاجين أن يكون هناك دعم لهذا المنتج. تمام، أنا بشكرك دكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية.